بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحصة السادسة سوف أتطرق إلى التقسيم الثلاثي للوعاء الضريبي، والذي يميز بين ثلاث أوعية ضريبية رئيسية: الدخل كوعاء، الرأسمال كوعاء، والإنفاق كوعاء. هذا التقسيم الثلاثي للوعاء الضريبي هو الذي تم الاستقرار عليه اليوم أو التعارف عليه اليوم عالميا، والذي يمكن أن ننعته بأنه وليد العولمة الضريبية، لأن كل الدول تحاول تبني هذا التصور للوعاء الضريبي، وذلك بضغط من المؤسسات المالية الدولية. إذن سوف نحاول أن نقارب أولا الدخل كوعاء، ثم ثانيا الإنفاق كوعاء، ثم ثالثا الرأسمال كوعاء ضريبي. بالنسبة للدخل كوعاء ضريبي، علينا أن نتفق على أن الدخل يعتبر من الأوعية الضريبية المهمة داخل أي نظام ضريبي. ولكن ماذا نعني بالدخل؟ هل هو الدخل بالمفهوم الاقتصادي، أم علينا أن نتصور دخلا آخر أو تصورا لهذا الدخل من منظور ضريبي محض؟ فبالنسبة للمنظور الاقتصادي، فهو يميز ما بين الدخل والرأسمال على أساس أن الدخل يتميز بالمرحلية أو بالموسمية، بمعنى أنه يتأتى كل أسبوع، كل شهرين، كل سنة، إلى غير ذلك. في حين أن الرأسمال فإنه يتميز بالديمومة، يتميز بالاستقرار. من هذا المنظور يمكن أن نعتبر الشجرة رأسمالا، وأن نعتبر فواكه الشجرة أو منتوج الشجرة يمكن أن نعتبره دخلا. من هذا المنظور أيضا يمكن أن نعتبر المنزل رأسمالا، ويمكن أن نعتبر الأكرية في حالة كبائه للآخرين أن نعتبرها دخلا. إذن فحسب هذا التصور إنه من الصعب أن نحدد الدخل. لماذا؟ لأنه يتوقف على الحسابات الخصوصية والذاتية لكل فاعل اقتصادي، كما يقول رايمون بار. وهذه الحسابات الخصوصية والذاتية تختلف من شخص إلى آخر. فالمنزل يمكن أن يكون رأسمالا للبعض، ويمكن أن يكون دخلا للبعض الآخر. إذن هنا المواقف تختلف. إذن أمام هذه الصعوبة في تحديد الدخل، كان من الواجب على القانون الضريبي أن يتدخل ويعطينا تعريفا للدخل بالمفهوم الضريبي. إذن هنا وبشكل تجريبي ظهرت نظريتان اثنتان حول الدخل، أي تحاولان أن تعرفا لنا الدخل بالمفهوم الضريبي. فهناك من جهة أولى نظرية المنبع، لا تيوغي دو لا سورس، وهناك من جهة ثانية نظرية الاغتناء، لا تيوغي دو لانريشيسمون. بالنسبة للنظرية الأولى، نظرية المنبع أو المنشأ، فحسب هذه النظرية الدخل لا يمكن أن يتأتى لنا إلا من ثلاثة مصادر: دخل للعمل، أي العمل، ثم الرأسمال أو منتوج مختلط نجد فيه عمل زائد رأسمال في حالة المقاولة مثلا. إذن الدخل حسب نظرية المنبع، الدخل حسب نظرية المنبع لا يمكنه أن يأتينا إلا من ثلاثة مصادر: العمل، الرأسمال، أو هما معا، دخل مختلط. إذن للحديث عن الدخل حسب هذه النظرية لا بد من توفر عنصرين: عنصر مادي أو غير مادي، عنصر مادي أرض أو عقار، أو عنصر غير مادي كالقدرة الإنسانية، أي عمل عضلي أو عمل فكري. ثم ثانيا لا بد أن تكون القيمة المنتجة
تتميز بالاستمرارية في الزمن حتى يمكن أن نعطيها قيمة مالية. ومن هنا فيعتبر دخلا حسب هذه النظرية ما ينتج بشكل منتظم ولمدة زمنية مهمة من مصدر خارجي عن الإنسان، أرض أو رأس مال، أو من طبيعة الإنسان الداخلية، عمل عضلي أو عمل فكري. وما ينتج أيضا عن إدماج هذين العنصرين في شكل دخل مختلط كدخل المقاولة. إذن حسب هذه النظرية لا يمكننا أن نتصور وعاء ضريبيا خارج الدخل أو رأس مال أو دخل زائد رأس مال. إذن هذه النظرية تحدد تحصر الوعاء الضريبي، ولكن هذا أدى أو هذا أدى إلى إصدار بعض الانتقادات لهذه النظرية لأنها تضيق من الوعاء الضريبي. من هنا ظهرت نظرية ثانية هي نظرية الاغتناء. هذه النظرية تقول بأن أي زيادة في القيمة أو أن أي اغتناء، أي اغتناء يعتبر دخلا مهما كان مصدره ومهما كانت مدته، ولو كان لمرة واحدة فهو يعتبر دخلا، أي وعاء ضريبيا عليه أن يخضع للضريبة حسب هذه النظرية. إذن إن أي خلق للقيمة سواء بالعمل أو باستغلال مقاولة أو عبر منتوج رأس مال العيني أرض أو عقار أو رأس مال نقدي أسهم أو حصص اجتماعية، وسواء عبر اغتناء لم يبذل فيه الإنسان أي جهد في حالة الإبت، في حالة الهبة، في حالة فائض القيمة العقارية، في حالة ارتفاع أسعار البورصة، فكل هذه العمليات، كل هذه القيم تعتبر دخلا، وبالتالي هي قابلة للتضريب لأنها وعاء ضريبي. فحسب هذه النظرية دائما إن أي اغتناء، أي قيمة مضافة ولو لمرة واحدة مثلا في عمر الإنسان يعتبر دخلا أو وعاء ضريبيا قابلا لأن يخضع للضريبة، كحالة مثلا الربح في اللوتو أو الربح في الرهان. إذن فهي عمليات يمكن أن تقع مرة في العمر ولكنها تعتبر وعاء ضريبيا قابل أن يخضع للضريبة. إذن من هنا ظهرت هذه النظرية الثانية، نظرية الاغتناء، كسبيل من سبل توسيع الوعاء الضريبي، وهذا هو ما تريده الدول، لأن كلما توسع الوعاء الضريبي كلما كانت الضرائب ذات مردودية وذات إنتاجية كبيرة. إذن فكل الأنساق الضريبية وبمختلف دول العالم طبقت أولا نظرية المنبع، ولكنها انتقلت في لحظة ثانية إلى نظرية الاغتناء التي تسمح بتوسيع الوعاء الضريبي. إذن من هنا أصبح الدخل وعاء ضريبيا قارا ثابتا، وكل أنواع الدخل أصبحت وعاء ضريبيا تخضع لضرائب. من هنا ظهرت الضرائب التحليلية أو الضرائب النوعية، les impôts analytiques sur le revenu. الضرائب التحليلية أو النوعية على الدخل تمس كل نوع من أنواع الدخول على حدة. في المقابل نجد الضرائب التركيبية على الدخل التي تمس كلية دخل المكلف. إذن هنا علينا أن نتطرق إلى الضرائب التحليلية على الدخل، ثم نتطرق إلى الضرائب التركيبية على الدخل. بالنسبة للضرائب التحليلية على الدخل، هي التي تمس بشكل منفصل ومستقل كل جزء من أجزاء الدخل أو مكوناته. كل جزء
له ضريبة خاصة به، له لها قواعدها من حيث الوعاء، لها قواعدها من حيث الاحتساب أي التصفية، لها قواعدها من حيث التغطية إلى غير ذلك. إذا هنا أصبحنا أمام نظام ضريبي نوعي، نوعي يعني بأن كل نوع من أنواع الدخول يخضع لضريبة خاصة به، وهذه هي الوضعية التي كان عليها المغرب قبل القانون إطار لسنة 1984. فوقتئذ كان النظام الضريبي المغربي ضريبا نظاما نوعيا، فإذ نجد الضريبة الفلاحية وعاؤها الضريبي هو الدخل الفلاحي، نجد الضريبة على المرتبات والأجور وعاؤها الضريبي هو العمل ودخول العمل بالنسبة للموظفين والأجراء، نجد الضريبة المهنية وعاؤها الضريبي مزاولة المهنة، نجد الضريبة على الأرباح العقارية وعاؤها الضريبي هو العقار وجميع الأنشطة التي ترد على هذا العقار من بيع وكراء، ثم نجد الضريبة على الأرباح المهنية وعاؤها الضريبي الأرباح التجارية والصناعية، ونجد الضريبة التكميلية، ونجد واجب التضامن الوطني إلى غير ذلك. إذن كنا أمام نظام ضريبي نوعي، أي كل نوع من أنواع الدخول نخلق له ضريبة خاصة به. هذا الوضع سوف، ونظرا لصعوبته ونظرا للصعوبات التدبيرية والصعوبات الإدارية في تدبيره، سوف يدفع إلى تصور نموذج آخر وهو الضريبة التركيبية على الدخل. ما معنى الضريبة التركيبية على الدخل؟ هي تركيبية لأنها تقع على كلية دخول مكلف واحد مهما تنوعت واختلفت، بمعنى أنها تمس المقدرة التكليفية الإجمالية لهذا المكلف. ونموذج هذه الضريبة هو الضريبة العامة على الدخل أو الضريبة الإجمالية على الدخل. هذه الضريبة الإجمالية على الدخل لامبو جينيرال سيغ لو روفوني يقدم لنا إيجابيات عديدة، أو من يعطينا بعض الميزات الأساسية فيما يخص الوعاء الضريبي. الضريبة التركيبية أو الإجمالية على الدخل تقدم لنا ميزة البساطة، هي ضريبة تسمح لنا بتبسيط النظام الضريبي ولملماته أو جمع شتاته، مما يعطي للنظام الضريبي طابع التركيب والانسجام والتناغم. إذن بس كنا أمام تعددية الضرائب، الآن أمام وحدة الضريبة على الدخل. ثم هذا من مميزات الضريبة التركيبية على الدخل أنها تقدم لنا سهولة تقنية، ذلك أنه بالنسبة لإدارة الضريبة هناك توحيد للمساطر، هناك سهولة فيما يخص إحصاء وتقديم الوعاء وتصفية الضريبة وتغطيتها، كما أنه يقلص من نفقات الجباية. فقد كنا سابقا أمام عدة إدارات ضريبية، كل إدارة ضريبية تدبر ضريبة نوعية خاصة، الآن أصبحنا أمام إدارة ضريبية واحدة تدبر مجموع الضرائب على الدخل. أيضا هذه الضريبة التركيبية على الدخل تتميز بقبول سيكولوجي من طرف المكلفين. لماذا؟ لأن المكلف أصبح أمام ضريبة واحدة وليس ستة أو سبعة أو ثمانية ضرائب. إذن المكلف لو كونتريبيابل أصبح أمام ضريبة واحدة ومسطرة واحدة وإدارة ضريبية واحدة. ثم إن هذه الضريبة العامة على الدخل تراعي المقدرة التكليفية الإجمالية للمكلف، بمعنى أنها تساهم في تحقيق العدالة الضريبية. لماذا؟ لأنها تمس المقدرة التكليفية الإجمالية
للشخص المكلف بالضريبة مما يسمح بتصاعديه مهمه وبمساهمه اكبر لاصحاب الدخول المرتفعه في المجهود الضريبي. كما ان هذه الضريبه التركيبيه على الدخل تساهم ايضا، ومن ميزاتها ايضا انها تسمح للدوله او للمصالح المختصه بان تتوقع مداخيل جبائية حقيقية، وبالتالي يمكنها أن تخطط جبائيا بشكل معقول على الأمد المتوسط والقريب. إذن في المغرب نهج نفس النهج، فبعدما كانت لديه ضرائب نوعية متعددة على الدخل، أصبحنا أمام الضريبة العامة على الدخل بموجب الظهير 89/116 بتاريخ 21 نوفمبر 1989، والذي يتكون وعاؤها الضريبي من الدخول المهنية والدخول الناتجة عن المستغلات الزراعية والأجور والدخول التي في حكمها والدخول العقارية ودخول رأس الأموال المنقولة ودخول الحاصلات من التوظيفات المالية إلى غير ذلك كما سنشرح فيما بعد. إذن هو الضريبة التركيبية تمس المقدرة التكليفية الإجمالية للمكلف، وهذا النوع، هذا الوعاء الضريبي على الدخل هو الذي أصبح واقعا مشتركا بين جميع الأنساق الضريبية في العالم. إذن هذا فيما يخص الدخل كوعاء ضريبي. نتطرق الآن إلى الإنفاق لا ديبونس كوعاء ضريبي. ما هو الإنفاق؟ الإنفاق هو تقليص للثروة الناتجة من الدخل لإشباع الحاجيات من مواد وخدمات، بمعنى أن الإنفاق هو استهلاك للدخل، استهلاك بهدف الاستهلاك الشخصي أو بهدف التداول أو بهدف الإنتاج إلى غير ذلك. إذن الإنفاق كوعاء ضريبي ظهر بشكل واضح وجلي في الثلث الأول من القرن العشرين بالدول الأوروبية نظرا لحاجة الدول الماسة إلى موارد المالية وقتئذ. إذن الإنفاق يمس كل عملية إنفاق، سواء كان هذا الإنفاق يذهب للاستهلاك أو يذهب للإنتاج أو يذهب للتداول. أيضا فيما يخص الإنفاق كوعاء ضريبي ابتدأ تحليليا وانتهى تركيبيا، بمعنى أننا سنجد تاريخيا أن هناك ضرائب نوعية على الإنفاق، أي مختلفة متنوعة على الإنفاق، وسوف نجد في لحظة ثانية ضريبة تركيبية على الإنفاق وهي المشهورة بالضريبة على القيمة المضافة. بالنسبة للضرائب النوعية على الإنفاق، هنا نجد عدة ضرائب كلها تقع على الإنفاق، ولكن كل ضريبة تقع على نفقة معينة ومحددة. فنجد الضريبة على المواد البترولية، نجد الضريبة على السكر ومشتقاته، نجد الضريبة على الكحول والمشروبات الروحية، نجد الضريبة على التبغ، نجد الضريبة على الخدمات وهي تسمى كلها الرسوم الداخلية على الاستهلاك، نجد حقوق التسجيل، نجد حقوق التمبر إلى غير ذلك. إذن فهي كلها عبارة عن ضرائب نوعية على نوعية على الإنفاق. إذن في اللحظة الأولى كان هذا هو التوجه، كل نفقة إلا ونخلق لها ضريبة خاصة بها، ولكن سوف يتم الانتقال في لحظة ثانية إلى ضريبة تركيبية على الإنفاق. هي تركيبية لأنها تمس الإنفاق أو تمس الاستهلاك الشامل، وهذه هي وضعية الضريبة على القيمة المضافة التي تندمج كلية في ثمن المنتوجات والخدمات
في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتداول والاستهلاك. فهذه الضريبة على القيمة المضافة تضرب القيمة المضافة المحصلة على مستوى كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتسويق حتى يتم تقديمها للمستهلك النهائي الكونسوماتور فينال الذي يتحمل في نهاية المطاف عبئها الفعلي والكلي. عبئها الكلي والفعلي. إذن فميزاتها الأساسية هي أنها ضريبة موحدة تقوم على أداءات متفرقة. هي ضريبة موحدة تقوم على أداءات متفرقة بمعنى أن ثقلها الضريبي يظل هو هو مهما طال مسلسل الإنتاج والتداول والتسويق والاستهلاك. والذي يتحملها فعليا في نهاية التحليل هو المستهلك النهائي. كما أن هذه الضريبة تتميز بسهولة التحصيل والتغطية إذ يتم ذلك من طرف أشخاص ملزمين من الناحية القانونية وهؤلاء محدودون رغم أن عبئها الفعلي يقع على المستهلك النهائي. إذن فالملزم القانوني بالضريبة على القيمة المضافة هو مقاولة شركة شخص طبيعي الذي يعتبر كمحصل كيفي لو ريكوفرمون كمحصل لهذه الضريبة أي أنه يجمعها ان كوليكتور ويسلم مبالغها إلى الخزينة العامة. علينا أن نشير على أن الوعاء الضريبي للضريبة على القيمة المضافة كضريبة تركيبية على الإنفاق أن وعاءها الضريبي متسع فهي تقع على عملية التصنيع، عملية الاستخراج، عملية التعبئة، عملية التجار، عملية الاستيراد، التجارة بالجملة، الأعمال العقارية، عملية التجزئة، الاستثمار العقاري، عملية الإيواء، بيع المأكولات في مكان البيع، عملية التركيب أو الوضع أو الإصلاح، الإيجارات الواقعة في الأماكن المفروشة أو المؤتة، عملية البنوك والائتمان وعمولات الصرف، عمليات التي ينجزها أي شخص طبيعي أو معنوي في نطاق مزاولة مهنته كالمحامون كالتراجمة كالموثقون كالأعدول كأعوان القضاء كالمهندسون كالأطباء كأطباء الأسنان كالبياطرة مؤسس المستغل المصحات والمؤسسات الصحية أو العلاجية التحاليل الطبية الممرضون العشابون. إذن فهي تتميز بوعاء ضريبي جدي متسع. أسعارها الضريبية أو الأسعار الضريبية لهذه الضريبة هناك سعر مخفف 7% يقع على المواد الضرورية لحياة المواطن، ثم هناك أسعار 10% و14%، ثم هناك سعر 20% الذي يعتبر في المغرب هو أعلى سعر، ولكن أعلى سعر نعم، ولكن أظن بأنه بالنسبة لمواد استهلاكية البدخية أو الرفاهية كان يجب أن تخضع لسعر أعلى من ذلك، كما هو الواقع في فرنسا أن أعلى سعر في الضريبة على القيمة المضافة في فرنسا هو 33.33%، يعني مواد البدخية مواد الرفاه إلى غير ذلك. إذن هنا كان مجموعة من الفعاليات مجموعة من الدعوات للدولة المغربية لإعادة النظر في هذا السعر. علينا أن نشير بأن الضريبة على الإنفاق تتسم بلا عدالتها أنها غير عادلة بامتياز. لماذا؟ لأنها تمس كل المكلفين بنفس المستوى وبدون أن تأخذ بعين الاعتبار مستويات الدخول. أصحاب الدخول مرتفعة
والمتوسطة والضعيفة، وحتى الذين لا دخل لهم فهم يؤدون الضريبة على القيمة المضافة بنفس الأسعار. إذن أيضا هذه الضريبة كضريبة غير مباشرة، وهنا أحيلكم إلى ما تم ذكره سابقا على مستوى يعني لا عدالة الضرائب غير المباشرة، فيمكن تلك أن نقحم تلك الملاحظات على الضريبة على القيمة المضافة، فهي ضريبة غير مؤلمة، هي ضريبة سهلة في مراقبتها، هي ضريبة مرنة اقتصادية، ولكنها هي ضريبة أيضا غير عادلة، لأنها تمس الجميع دون استثناء وبدون مراعاة للوضعيات الاقتصادية والاجتماعية ولا لمستويات الدخول. نجد أخيرا الضريبة على الرأسمال أو الرأسمال كوعاء ضريبي. المقصود بالرأسمال هو امتلاك ثروة دائمة ومستمرة لمكلف ما، وهذا يمكنه أن يؤدي بنا إلى القول بأن وعاءها متسع جدا. نعم، فهو يشمل فوائد القيمة الناتجة عن تملك العقارات التي تم إدماجها في المدارات الحضرية ترتفع قيمتها. قد يشمل الاستغلالات الصناعية والتجارية والفلاحية والسياحية، قد يشمل المنازل والقصور الفخمة، قد يشمل السيولة النقدية المهمة، قد يشمل الذهب، قد يشمل المجوهرات، قد يشمل السيارات الفارهة التي يتجاوز ثمنها نسبة معينة، قد يشمل البواخر، قد يشمل الطائرات، قد يشمل اللوحات الفنية الثمينة. إذن وعاؤها يظهر بأنه وعاء جد متسع، ولكن الصعوبة التي ترد على هذا الوعاء الضريبي على رأس مال كوعاء ضريبي هو صعوبة معرفته وإحصائه وتقديره، إضافة إلى إمكانية إخفائه ماديا ومحاسبيا لهذه الثروات، مما يفتح الباب للتهرب بكل أشكالياته وتجلياته. هذا الواقع أو صعوبة المعرفة أو صعوبة وسهولة الإخفاء، مثلا بالنسبة للدول الأوروبية فإن الضريبة على رأس المال لم تساهم إلا ما بين 1% و12% من الموارد الجبائية طيلة الثمانينات، وبنسبة 13 حتى 15% بالنسبة للتسعينات، وهلم جرا، بمعنى أن مساهمتها في الموارد الضريبية تظل ضعيفة نظرا لصعوبة معرفتها، صعوبة إحصائها، صعوبة تتبعها، سهولة انتقالها من بلد إلى بلد آخر. وهنا مجموعة من الإجراءات على مستوى التعاون الدولي الضريبي للحد من ظواهر التهرب الضريبي، خاصة فيما يسمى بالجنان أو الجنات الضريبية لي باغادي فيسكو. إذن هكذا نكون قد أنهينا مقاربتنا للوعاء الضريبي. إذن بعد الآن نكون قد وصلنا إلى مرحلة أساسية، وهي أننا حددنا الوعاء، عرفنا ما هو الوعاء الضريبي، وفي ذلك إجابة عن السؤال الذي طرحناه على ماذا تقع الضريبة أو ماذا تضرب الضريبة. إذا تضرب وعاء ضريبيا. اليوم الوعاء الضريبي يشمل في المغرب الدخل، يشمل أيضا الإنفاق، ويشمل أيضا الرأسمال. إذا سوف نتطرق أو ننتقل في لحظة ثانية بعدما نكون قد عرفنا هذا الوعاء، الآن سنحاول أن نعطيه ماذا؟ قيمته المالية.
أي سوف ننتقل إلى تقدير الوعاء الضريبي، وهذا هو موضوع الحصة المقبلة إن شاء الله، وشكرا لكم.